اهلا الغزالة الدولي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة نسيمة ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، صينية في الفرن او غراتان ديال الفلفلة محشوة بالارز والكفتة مع لاصوص ديال المطيشة، كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو وتتبعوا جميع المراحل. ودابا غادي نبداو على بركة الله بالمقادير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكفتة، 8 حبات ديال الفلفل الوان اللي بغيتو، كأس تقريبا ولا كأس ونصف ديال الروز بسماتي، جوج حبات ديال الطماطم، صلصة الطماطم اولا ممكن تعوضوها بجوج معالق ديال مطيشة الحك، قبصة ملح، توم بودرة، جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، جوج بصلات صغار مقطعين طريفات مربعات. وبالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال البابريكا، معلقة صغيرة ديال الزعفران، ونص معلقة ديال الإبزار. فهنا اول حاجه بدينا بها هي درت هذوك جوج مطيشات يتسلقوا مع شويه ديال الماء في الكاسرونه، وايضا الروز هو درته في كاسرونه بوحدو مع الماء حتى هو يتسلق، الماء يكون ضعف حجم ديال الروز، ونديروا معاه قبصه ملح ونخليوه يتسلق واحد تقريبا ما بين 10 دقائق حتى ربع ساعه. وماشي ضروري يكون الماء سخون باش يتسلق لكم الروز، غير الماء بارد ديروه. وفي مقلاه هنايا راني خديت درت فيها زيت العود، ودرت شويه الملحه والبصله كتشحر، زدت عليهم الثومه بودر، غادي نخليها حتى تشحر واحد شويه، عاد غادي نزيد عليها باقي العناصر. وما تنسوش هذوك الحبات ديال الطماطم مره قلبوهم باش يطيبوا من كاع الجوايحين، ما كتكثريش الماء، خاص ضروري تبقاي تقلبي فيهم. وفي مقلاه دابا زدنا على البصله، زدنا عليها الكفته ديالنا، وكنخلط نحركوهم مزيان باش كينسجموا لينا. كنحاولوا نفرتوها مزيان مع البصله. دابا غادي نزيد معاهم العطريه، غادي ندير غير نصف الكميه، نصف الكميه الاخرى حتى نديرها في لاصوص ديال المطيشه. ودائما مع التحريك باش كتدخل لنا هذيك العطريه مع الكفته والبصله. ودابا من بعد ما كطيب لينا الكفته كنقربو نطفيو، كتبقى واحد جوج دقائق، عاد كنزيد عليهم معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. ودابا من بعد ما تسلقات لينا المطيشه غادي نطحنوها بالميكسور بالماء ديالها بكلشي ليها. الا ما كانش متوفر عندكم الميكسور، يمكن تستعملوا هذيك الطحانه اليدويه او المولينكس. ودابا من بعد ما طحنت هذيك المطيشه غادي نصفيها دابا من الزريعه ديالها ومن القشور، غادي نصفيها نيشان في الطاوه او المول اللي غادي تدخل لينا الفرن. ودابا من بعد ما صفيت المطيشه غادي نزيد عليها هذيك الصلصه ديال الطماطم. كيف قلت لكم تقدروا تعوضوها بجوج معالق كبار ديال مطيشه الحب، وغنزيد معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس. وغندير العطرية، عطرية معلقة صغيرة ديال الكمون، نص معلقة ديال الفلفل الأحمر، نص معلقة ديال الخرقوم عرق، ونص معلقة قليل من الإبزار، الإبزار كيبقى على حساب النسمة ديالكم، ثوم بودر وملح حسب الذوق. وغادي نخلطوا هاد العناصر باش تنسجم لينا مزيان مع بعضياتها. وكيف كتشوفوا ها هو الروز حتى هو راه تسلق، راني صفيته من الماء ديالو وزدتو على هذيك في المقله مع البصله والكفته حتى هوايا، وغادي نحركهم مع بعضياتهم باش حتى هما باش ينسجموا لينا.
حالكم مزيان؟ حتى كنعرفوهم راهم صافين ساجمو. الروز كيجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كيجي ناشف وفي نفس الوقت راه شارب العطريه وداكشي. دابا من بعد كخديت هذوك الفلفلات قطعتهم، حيدت لهم الفوقانيه ديالهم وغسلتهم مزيان من الوسط، ودابا غادي نبدا نعمر فيهم. واي وحده عمرتها راه غادي نسدها ونحطها في المول. غادي نستمر بهذه العمليه حتى نكمل جميع حبات الفلافل. ودابا من بعد ما عمرتهم كاملين هما كيف كتشوفوا، غندخلهم الفرن على درجه 200 درجه وغادي نشعل غير لتحت حتى كتشرب لينا داك لاصوص مزيان، نقرب ونطفيو وعاد غادي نشعل الفوق. وكيف كتشوفوا راني زدت شويه الماء باش تلقى ديك الفلفله فين طيب، وما كنطفيو لها حتى كتخسر هذيك لاصوص. ها هو الشكل النهائي حبيباتي. كنتمنى انهم يكون الفيديو يكون عجبكم ويكون ايضا خفيف على قلوبكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه راها كتجي لذيذه بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، واللي اول مره غيدخل القناه يضغط على زر ابوني ويضغط ايضا على الجرس باش دائما يبقى يوصل الجديد. في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.